ده أمل إنه ممكن يغير رأيه. لا اسمحي لي، أنا من تجاربي الفاشلة اكتشفت إنه ما في أي رجال بيضحي بأي شيء كرمال أي مرأة. إذا بحبها بيضل، أساساً ما رح ينجح لحاله. بعدين ما بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة؟ يا عيني عليكي، أنتي قلتيها، وراء مو قدامه ولا جنبه، وراء يعني هي رح تضل وراء. إيه توجور كوم سا، امشي وراي وحاجة تتفلسفي. نداء الأخير. بعرف. شو بتستناني إلك روح؟ ما بعرف ليش حاسس حالي عم مثل مشهد بشي مسلسل. ايه انا حاسس حالي عم بخرجه. وهلا صار لازم نقفل المشهد حتى ما اتأخر على الطيارة. انا رح احاول انزل باول بريك وناخذه. دير بالك على حالك. وانت ديري بالك على حالك. سمعيني صوتك على طول. أكيد. وأنا بين إيديك محتاجة إيه؟ في حاجة أكبر من كده. وأنا عمري كنت أحلم في يوم أعيش حياة بالشكل ده. وأنا بين إيديك محتاجة إيه؟ في حاجة أكبر من كده. وأنا عمري كنت أحلم في يعني ليش كل اللي بحبهم بيروح؟ بكرة بتصيري أهم منه وبتلتقوا بشي مهرجان وبزقف لك وانتي عم تتكرمي. أنا الحالة ما رح أشوفه يصير عمري شي 60 سنة. لا تفاقلي. شايفته هالمشهد بشي فيلم هندي بس ما عم بعرف شو اسمه. إيه إيه أنا بعرفه. فادي؟ شو هالمفاجأة هاي؟ هلو؟ هاي هنادي، كيف عرفتوا اني جاية؟ انا ما خبرت حدا. دوماج انك ما خبرت حدا، بس يبدو انه قدرك قرر يكشفك. يكشفني؟ هنادي هنادي مين جاها؟